تتبعي قناة شوف تي في، راح يكون معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فمرحبا بكل متابعينا الكرام. تمكنت عناصر الشرطة القضائية من خلال حملاتها اليومية والمكثفة للحد من نشاط مروجي الممنوعات داخل الأحياء الشعبية بمدينة بن سليمان، وذلك بتعليمات من السيد ولي الأمن تحت إشراف مباشر للعميد المركزي. فقد علم موقع شوف تي في من مصادره الخاصة أن عناصر قضائية تمكنت من تحديد مكان شخصين مشتبه في ترويجهما المخدرات بواسطة سيارة نفعية، وتم إيقافهما وبعد تعقبهما بالقرب من قسم مستعجلات بمستشفى إقليمي بن سليمان لهذه المدينة. بعد أن دخلا في نزاع بينهما، عملية تفتيش السيارة مكنت العناصر من العثور على كمية من أوراق التبغ الطبيعي تقدر ب 16 كيلو وسلاحين أبيضين وهواتف نقالة. بعد سياقة المعنيين لمقر المصلحة، أقر مروج المخدرات بتحوزه الكمية السالفة ذكرها من أجل ترويجها بالأسواق أسبوعية بهذا الإقليم. نذكركم، تمكن عناصر الشرطة القضائية من خلال حملاتها اليومية المكثفة للحد من نشاط مروجي الممنوعات داخل الأحياء الشعبية بمدينة بن سليمان، وذلك بتعليمات من السيد لوالي الأمن تحت إشراف المباشر للعميد المركزي. فقد علم موقع شوف تي في من مصادر الخاصة أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مكان شخصين مشتبه في ترويجهما للمخدرات بواسطة سيارة نفعية، وتم إيقافهما بعد تعقبهما بالقرب من قسم المسجلات بمستشفى الإقليمي بن سليمان لهذه المدينة. عملية تفتيش السيارة مكنت العناصر من العثور على كمية من أوراق التبغ الطبيعي تقدر ب 16 كيلوغرام وسلاحين أبيضين وهواتف نقالة. وبعد سياقة المعنيين لمقر المصلحة، أقر مروج المخدرات بتحوز الكمية السالفة ذكرها من أجل ترويجها بالأسواق أسبوعية بهذا الإقليم. وقد تم إجراء عدة عمليات تفتيش بأماكن عدة أسفارات عن حجز 300 كيلوغرام من مخدر الكيف و 90 كيلوغرام من التبغ الطبيعي و 7 كيلوغرام من مسحوق التبغ ودرجتين ناريتين تستعملان في التنقل لبيع المواد المحظورة، علاوة على إيقاف الشخص الثالث يتكلف بالتخزين والحراسة. هذا وقد تم وضع رهنة تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بن سليمان. نذكركم، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من خلال حملاتها اليومية والمكثفة للحد من نشاط مروجي الممنوعات داخل الأحياء الشعبية بمدينة بن سليمان، وذلك بتعليمات من السيد ولي الأمن تحت إشراف المباشر للعميد المركزي. فقد علم موقع شوف تي في من مصادره أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مكان شخصين مشتبه في ترويجهما من المخدرات بواسطة سيارة نفعية، وتم إيقافهما بعد تعقبهما بالقرب من قسم المستعجلات بمستشفى الإقليمي بن سليمان. بعد أن دخلا في نزاع بينهما، عملية تفتيش السيارة مكنت العناصر من العثور على كمية من أوراق التبغ الطبيعي تقدر ب 16 كيلوغرام وسلاحين أبيضين وهواتف نقالة. بعد سياقة المعنيين لمقر المصلحة، أقر مروج المخدرات تحوزه الكمية السالفة ذكرها من أجل ترويجها بالأسواق أسبوعية لهذا الإقليم. وقد تم إجراء عدة عمليات تفتيش بأماكن عدة أسفار عن حجز 300 كيلوغرام من مخدر الكيف و 90 كيلوغرام من التبغ الطبيعي و 7 كيلوغرام من مسحوق التبغ ودرجتين ناريتين تستعمل في التنقل لبيع المواد المحظورة، علاوة على إيقاف الشخص الثالث يتكلف بالتخزين والحراسة. وقد تم وضع رهن تدبير حصة نظرية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بن سليمان. نذكركم، تمكنت عناصر قضائية من خلال حملاتها اليومية المكثفة للحد من نشاط مروجي الممنوعات داخل الأحياء الشعبية مدينة بن سليمان، وذلك بتعليمات من السيد ولي الأمن وتحت إشراف مباشر للعميد المركزي. فقد علم موقع شوف تي في من مصادره أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحديد مكان شخصين مشتبه في ترويجهما للمخدرات بواسطة سيارة نفعية، وتم إيقافهما بعد تعقبهما بالقرب من قسم المستعجلات مسجد الإقليمي بن سليمان لهذه المدينة. بعد أن دخل في نزاع بينهما، عملية تفتيش السيارة مكنت العناصر من العثور على كمية من أوراق التبغ الطبيعي تقدر ب 16 كيلوغرام وسلاحين أبيضين وهواتف نقالة. بعد سياقة المعنيين لمقر المصلحة، أقر مروج المخدرات بتحوزه الكمية السالفة ذكرها من أجل ترويجها بالأسواق أسبوعية بهذا الإقليم. وقد تم إجراء عدة عمليات تفتيش بأماكن عدة أسفرت عن حجز 300 كيلوغرام من مخدر الكيف و 90 كيلوغرام من التبغ الطبيعي و 7 كيلوغرام من مسحوق التبغ العادي
ودرجتين ناريتين تستعمل في تنقل بيع المواد المحظورة، علاوة على إيقاف شخص ثالث يتكلف بالتخزين والحراسة. هذا وقد تم وضع رنة الحصة النظرية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بن سليمان. إذا مشجعينا، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا أن أمطار الخير في هذه اللحظات تتهطل مدينة بن سليمان، فاللهم اسقنا غيثا نافعا يا ربي كما كنقولوا. إذا مشجعينا، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.